وصل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية يلتقي فيها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث سبل دعم وتطوير العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين والتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مستقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصول سموه إلى الرياض أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسعادة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد أدلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصول سموه للمملكة العربية السعودية بالتصريح التالي: يطيب لنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حصن العروبة وقلعة الإسلام والمسلمين أن نعرب عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية لما له من إسهام فاعل ودور محوري ومبادرات خلاقة في إحياء التضامن العربي وفي لم الشمل وتوحيد صف العرب والمسلمين لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة. وهذه التحركات التي يقودها وما أسست له سياساته النيرة ونظرته الثاقبة من قيام تحالف عربي وإسلامي وجه رسالة ضد التدخلات التي تستهدف الشرعية في الدول العربية أو تلك التي ترمي إلى تمرير أجندات الفوضى والدمار فيها لتثبت المملكة العربية السعودية بأنها كانت ولا تزال وستظل دائما نصيرة لقضايا العرب وداعمة للمسلمين ورائدة في إعلاء كلمة الحق وتغليب صوت العدل. إن زيارة بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة تشكل فرصة غالية للإلقاء أخينا خادم الحرمين الشريفين ومناسبة نحمل له فيها رسالة حب من شعب يكون للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا كل التقدير والاعتزاز. ولن ينسى أبدا مواقفها المشرفة التي ستظل محفورة على الدوام في وجدان كل بحريني وأن العلاقات التاريخية المصرية المميزة بين بلدينا الشقيقين ستزداد رسوخا وعمقا وستشهد تطورا مستمرا على كل المستويات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. إن الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية كبيرة ومؤثرة منذ انطلاقتها، ويزداد هذا الدور ويتنامى بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين معربين عن الثقة العالية بأن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول مجلس التعاون قادرين على حماية الكيان الخليجي وتعزيزه بترقية هذا التعاون بالشكل الذي يزيد الشراكة المصيرية بين دوله ويكرس اتحادها. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية ما تنعم به من أمن ورخاء وازدهار الذي حققته حكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.